هل يجد صاحب القرآن بحفظه للقرآن هذا المعنى الكبير الكريم وهذا التراث العلمي وهذا المكنوز الكبير في كتاب الله بحفظه؟ الجواب لا، أن الحفظ وحده مجرداً ليس هو الذي يقود حافظ القرآن إلى ما أودع الله عز وجل في القرآن، هذه واحدة. فإذا أضفت إليها الممارسة التي نشأنا عليها في أنماط تقليدية في أوساط واسعة في أمة الإسلام، عندما يكون طريقة التعامل مع كتاب الله الكريم مقتصرة على الاستظهار للآيات والسور والحفظ المتقن والقوة على ضبط المتشابهات وعدم الخطأ وإتقان التلاوة وكثير مما يقال في وجوه الأداء والعناية بتحصيل الروايات والقراءات، هذا القدر هو الذي دعني أقول طغى على كثير من الأوساط التي اشتغلت بتعليم القرآن وإقرائه وحفظه. فمن ثم ألفينا عدداً غير يسير ممن فتح الله لهم أبواب حفظ القرآن وضبطه وإتقانه هم دون المأمول في إدراك ما أودع الله في صدورهم من العلم الضخم بحفظهم للقرآن الكريم. فكان الحديث عن هذا المعنى وكيف نلتفت إليه وكيف نعالجه. لنعود إلى الموضوع من البداية، كيف ابتدأ تعامل البشر مع القرآن أول ما أذن الله بالقرآن للنزول على البشر؟ ما الذي تعامل به الصحب الكرام؟ ستجد أنهم كانوا يتتبعون الوحي أول نزوله فيأتون إليه فيفتحون له قلوبهم قبل آذانهم وتستوعبه عقولهم وأفكارهم فيتحول إلى ما يحملهم على العمل. أما قال عبد الله بن عمر: كنا نتعلم القرآن عشراً عشراً أو عشر آيات عشر آيات لا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من الإيمان والعلم. قال: فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل جميعاً. هذا المنهج الذي درج عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورثوه لمن جاء بعدهم. فوجدت أجيال التابعين فمن تبعهم إذا وصف أحدهم بعلمه بالقرآن أو بحفظه لا تلفيه إلا ذلك الحافظ العالم بكتاب الله وعليه نزلت نصوص الشريعة. وهذه النقطة الثانية التي أردت في العودة إلى النشأة للبداية أن ألفت الأنظار إليها. نصوص الشريعة أحبة الكرام التي جاءت بفضل صاحب القرآن وحامل القرآن والمتعلم للقرآن ستجدها جاءت على ألفاظ كانت مقصودة، منها التعلم والقراءة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لاحظ معي، هذه الأجور جاءت مترتبة على التعلم والتعليم وعلى القراءة. السؤال هو: أي تعلم وأي تعليم؟ عندما نصر على أن نبقى في مواضعنا دون تقدم سنفسر التعلم هنا بتعلم القراءة واللفظ والتكرار نقطة ونقف، والتعليم هو كذلك. ما الذي جعلنا نضيق الدائرة ولا نفهم من التعلم تعلم القراءة والإيمان والعلم والعمل كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما؟ هذه واحدة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. تلاحظ النصوص جاءت بمصاحبة القرآن، يقال لصاحب القرآن: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. السؤال أيضا: من هو صاحب القرآن؟ لطالما ظللنا أيضا بإصرار نفسرها على أنه الحافظ الذي أكمل حفظ القرآن وضبطه وصار من الحفاظ المتميزين الذي قلما يخطئ، ونزلنا عليه وصف صاحب القرآن. السؤال: هل مجرد الحفظ وضبط الآيات، وأرجو ألا يفسر الكلام على طول المجلس بانتقاص أو استقلال لحفظ القرآن وضبطه، حاشا والله، وقد صدرت بأنه يكفي من الشرف أن يستشعر صاحب القرآن الحافظ له أن الله اختار قلبه ليكون مستودعا لكتابه في الوقت الذي يتمنى فيه أعداد البشر بالملايين في الأمة أن يحفظوه فلم يكتب الله لهم ذلك. حسب هذا من الشرف، لكن لا يعني هذا أن نغض الطرف عما نريد تسليط الضوء عليه للحديث عنه بجلاء. إذن
نتحدث عن وصف صاحب القرآن، هل هو فقط الحافظ الذي أتم 30 جزءاً من الفاتحة فالبقرة إلى سورة الناس، ضبط المتشابهات وأتقن قواعد الأداء وعرف أحكام التجويد وربما اتسعت الدائرة فحصل الروايات واستجاز في القراءات، هذا القدر هو وحده الذي يعطي صاحبه وصف صحبة القرآن وأنه صاحب القرآن؟ هي لا شك مرتبة من مراتب الصحبة، لكن أن نحصر المفهوم فيها فقط فلا.